القضية الأولى اللي أني يعني الحقيقة كل ما أريد أغلق هذا الملف تصير بي مستجدات وتصير بي تطورات تدعونا لل يعني إعادة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وخصوصا أنه يجي من طلب الأهل أو أصحاب القضية أو المشكلة. قضية صابرين اللي يعرفوها كل الناس، هذه القضية التي يعني كثرت السجلات عليها بين مؤيد ومعارض وكثير من التفاعلات، لكن المتضرر الوحيد هو الأطفال. أرجع وأؤكد بأنه المتضرر الوحيد من المشاكل الأطفال، 4 أطفال بلا أم ولا أب للظروف اللي يعيشوها، مو لأنهم هم سيئين. قضية زوج صابرين احنا آخر مرة تابعناها أنه وصل يعني بعد ما قدم مذكرة اعتقال بحقه من قبل أهل صابرين، قيس أو زوج صابرين هو تم التحقيق معه بهذه الأيام الماضية. اليوم رح نتعرف على مستجدات هذه القضية وش صار بأولاد السيد قيس الأطفال 4. من خلال هذا الفيديو رح نشوف مدى التأثير على الأطفال لما غاب أبوهم عنهم هذا الأسبوع، من خلال فيديو للأطفال 4. خلينا نتابع. الأبناء اليوم هم ذولا اللي يشوفونهم أمامكم هم الخاسر الأكبر. خسروا الأم منذ 4 سنوات وهي طريحة الفراش، أقعدها المرض لمدة 4 سنوات، وبعد هذه الفترة المرضية اللي مرت بها الأم، فقدوا الأب السند الوحيد لهؤلاء الأطفال، الوالد الحنون اللي مارس دور الأبوة ومارس دور الأم. اليوم هؤلاء الأطفال ضحية، أصبحوا ضحية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقدوا كل شيء. الأثر النفسي السلبي اللي تعرضوا له ذول الأطفال أثر كبير جدا، يعني أثناء الليل تبدي البكاء ويبدي الألم اللي يعتصرهم، لأنه متعلقين تعلق كبير بأبوهم، لأنه الأب بالنسبة لهم هو كل شيء، هو المعلم وهو الوالد وهو الراعي الحنون. وهذا الكلام يستطيعون الآن أن يتكلمون به ويبينون ما بداخلهم تجاه والدهم الحنون الذي فقدوه، ويعتصرهم الألم والحسرة في كل ساعة تمر. بابا عيوشة أنت إيش تريدين؟ أريد بابا هو يوكلنا ويشربنا ويلبسنا ويعلمنا، فقدنا أمنا ونفقها نفقد أبونا، أريد يطلع بابا من السجن. وأنت حبيبي عزوز شو تريد؟ أريد بابا، بابا هو يلبسنا ويشربنا، وهسه فقدنا وفقدنا ماما وما نقدر نسوي كل شيء، هو يلبسنا ويشربنا ويسوي لنا كل شيء، وهسه فقدنا وفقدنا ماما، وهسه أريد يطلع من السجن. يعني هذه المسألة نضعها أمام كل أهل الضمير، كل شخص يملك ذرة من الضمير وينظر إلى حال هذه العائلة المنكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه عائلة منكوبة، والخاسر الأكبر في هذه العائلة هؤلاء الأطفال المساكين. هؤلاء لا يعوضهم حنان العم ولا حنان الجدة ولا حنان الخال، هؤلاء يحتاجون إلى عائلة تضمهم وتلتئم حولهم. هؤلاء مساكين وقعوا ضحية، ضحية فصولها إن شاء الله تكشفت واتضحت، وسوف تظهر الحقيقة جلية بإذن الله تعالى. وهذه نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في افتضاح المؤامرة اللي أريد لها من خلال الإعلام أن تظهر الأب على أساس أنه مجرم سفاح اعتقل زوجته وهي بالفعل كانت مريضة، مسجات على الأرض كما يسجل الموتى بحكم المرض اللي اعتراها هذه المسكينة اللي هو التهاب العصب المحيط. وهذا الالتهاب معروف حسب ما قالوا لنا الأطباء أنه يعني ما ممكن أنه يشافى من عند الإنسان، مرض فتاك وعضال وليس له علاج.
ونسأل الله جل وعلا أنه يعني تتكلل معاناة هؤلاء الأطفال بأن تلتئم العائلة من جديد ويلم الله شملهم. والحمد لله والسلام عليكم.